علي. تمام معاك يا باشمهندس. بدأت المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نتابع ندواتنا في مجموعة الأنماط، ونتابع مع الدكتور نزيه سليمان. في أمسية اليوم سوف نتكلم عن البناء العسكري أو العمارة العسكرية، بعد أن كان قد تكلمنا عن العمارة المدنية في مصر القديمة. سيحدثنا اليوم عن العمارة العسكرية في مصر القديمة، فنرحب به ونترك له الكلمة ونتمنى له التوفيق. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واصل عندكم كده كويس؟ الصوت واصل لكن أعتقد أنه ضعيف قليلا، لو تزيده قليلا. طيب تمام كده؟ كده ممتاز، كويس؟ كده كده ممتاز. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر كل الناس الموجوده الاول. النهارده باذن الله تعالى هنتكلم عن العماره العسكريه في مصر القديمه. طبعا احنا عندنا من ضمن اسباب قيام اي حضاره هي السبب الرئيسي فيها حاجه الانسان للانسان. احتياج الانسان للانسان دفع الانسان للتجمع، دفع الانسان ان هو يقيم قرى ونجوع ثم مدن ثم اقاليم ثم دول ثم حضارات عريقه. من ضمن اسباب هذا التجمع احتياج الإنسان للإنسان في الدفاع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه، وهذه الحاجة زادت طبعا كل ما كان الحجم حجم التجمع البشري بيزيد، كل ما كان الحالة أو الحاجة لوحدة عسكرية وبناء عسكري كان بيكون ضروري وواجب. في مصر القديمة منذ بداية التاريخ عندنا صور كثيرة لحصون وقلاع حربية موجودة وأبراج حربية كان حجمها صغير في بداية التاريخ، لأن الشعب المصري في بداية تاريخه كان شعب مسالم. الظروف الطبيعية لمصر، إن مصر محاطة بحصن طبيعي شمالا البحر المتوسط، شرقا البحر الأحمر، جنوبا الشلالات أو الجنادل بتاع نهر النيل، وغربا الصحراء الكبرى. فمصر فيها حصن طبيعي من الظروف الطبيعية أو من الجيولوجيا الطبيعية اللي بتحمي مصر. فكانت الحاجة لوجود حصون عسكرية كبيرة في بداية التاريخ المصري القديمة غير موجودة، لكن مع زيادة التعداد السكاني في مصر وزيادة النشاط التجاري مع الجنوب بدأت الحاجة لوجود حصون وقلاع كانت في البداية لحماية الطرق التجارية وحماية نهر النيل وحماية منابع نهر النيل زي ما هنشوف إن شاء الله بإذن الله، وخاصة في الدولة الوسطى كان التركيز على الموضوع ده. منذ بداية العصورات هنشوف عندنا ان الملوك بدأوا يحصنوا المدن الرئيسية عندهم، وكلمة مدينة هي عبارة عن جدار او حصن زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، في مجموعة سكنية وفي طريق متقاطع في وسط هذا الحصن يؤدي الى بوابتين او اربع بوابات زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. كثير من الملوك كان بينعت نفسه او بيوصف نفسه بأنه سور مصر العظيم، أو السور الذي يحمي مصر، أو السور لجميع الشعب، أو السور لجميع جيشه. وطبعا كان من ضمنهم الملك إنتف واحة عنخ من الأسرة الحادية عشر، وطبعا اللي بيقول أثرت الإقليم الثني بأكمله وفتحت جميع حصونه. وعندنا كمان في بردية سنوهي من الدولة الوسطى بيذكر فيها إن هو مر في طريقه وهو في شرق الدلتا إلى الشمال إلى سوريا، إن هو مر بحصن في الشرق يسمى حصن الأمير أو جدار الأمير. سنوسرت الأول ده أول ملك أكمل على أكمل وجه غزو النوبة، وطرق لنا مجموعة من النقوش بتدينا معلومات هامة عن التحصينات اللي كانت موجودة في جزيرة الفنتاين مثلا بواب الجنوب. بيقول فيها أمر جلالته إلى عظيم الجنوب كي يشيد مدخلا في حصن الفنتين، ومن المفترض أن الحصن كان جدار مشيد طبعا بين أسوان وجزيرة فيلة. وذكروا سنوسرت الثالث كمان في لوحته اللي هو أقام فيه حصن أورنارتي زي ما هنشوف إن شاء الله بإذن الله، وإحنا بنتكلم عن الحصون اللي كانت موجودة في الأسرة الـ11 والـ12 والـ13 يعني في الدولة الوسطى.
الأسرة الثانية عندنا مجموعة من الأبراج اللي مرسومة في على لوحات، كأبراج بسيطة صغيرة دائرية الشكل أو مربعة الشكل أو مستطيلة، وكانت أبراج صغيرة. وفي الدولة القديمة عندنا كذا سور موجود، وكذا صورة بتوضح هجوم مجموعة من الجنود على هذه القلاع البسيطة أو الصغيرة. لكن مع الدولة الوسطى طبعا بدأ يزيد التبادل التجاري بين مصر وبين النوبة، خاصة جلب العطور، طبعا بتكلم مع الجنوب كله، جلب العطور وبعض المعادن زي الذهب. فكان الحالة ماسة ان هم يقيموا مجموعة من الحصون والقلاع لحماية نهر النيل، اللي كان طبعا هو الطريق التجاري الوحيد اللي كان موجود بين مصر وبين الدول الموجودة في جنوب مصر. فبدأوا في الدولة الوسطى في تشييد مجموعة من الحصون والقلاع سواء على جانبي النهر او في مجموعة من الجزر اللي كانت بتتوسط نهر النيل، زي ما نشوف ان شاء الله واحنا بنستعرض التخطيط المعماري للحصون اللي كانت موجودة في الدولة الوسطى. الوضع في الدولة الوسطى ما اختلفش كثير عن الدولة القديمة. كل اللي اختلف في الدولة الوسطى ان هو كان عنده حاجة ماسة ان هو يؤمن الطريق التجاري اللي كان موجود بين مصر وبين دول الجنوب. وكانت العلاقة بين مصر وبين مدن الجنوب اكثر انفتاحا منها واكثر تقدما منها مع علاقة مصر بمدن الشمال. فبدأ يقيم بدأ الملوك يقيموا مجموعة من الحصون والقلاع على الطريق النهري او على جانبي النهر والجزر اللي موجوده في وسط نهر النيل. للاسف معظم الحصون اللي كانت موجوده في الجنوب اختفت طبعا بعد انشاء مشروع السد العالي وبحيره ناصر في الستينات من القرن الماضي، لكن السجلات الاركولوجيه القديمه بتحدثنا عن كيفيه بناء هذه الحصون والتخطيط المعماري لها. الحصن في الدوله الوسطى كان مبنى صغير عباره عن مدينه صغيره تسع 500 جندي بيعيشوا في كل حصن تقريبا، يعني في العدد من 500 ل 750 جندي مزودين بالرماح والاقواس والسيوف البسيطه وفؤوس الحرب والرماح والكلام ده. كانوا 500 جندي بيقيموا في هذا الحصن اللي هو يعتبر زي ما قلنا قريه صغيره. الحصن كان موجود فيه سكنات عسكريه، مخازن للطعام، اسطبلات، مجازر لذبح الحيوانات طبعا وتغذيه الجنود الموجودين فيه، ورشات لصناعه الاسلحه، وكان موجود كمان معابد صغيره داخل هذه الحصون ومنازل. وفي بعض الحصون زي ما نشوف في خلال استعراضنا للتخطيط المعماري كان موجود فيها قصور كان بينزل فيها الملك اثناء رحلاته، سواء كانت رحلات حربيه او رحلات لزياره الحدود وتامينها. كان الهدف زي ما قلنا في الدوله الوسطى هو تامين الحدود وحمايه النهر وحمايه الطرق التجاريه اللي كانت موجوده في الطريق الجنوبي لمصر او طريق نهر النيل في الدولة الوسطى. لكن في الدولة الحديثة الوضع اختلف كليا. سبب اختلاف الوضع هو تعرض مصر لأول غزو حصل لمصر في تاريخ مصر القديم كله، اللي هو غزو الهكسوس لمصر. فجاءت الهكسوس خلت المصريين يبدأوا يفكروا في الحصون والقلاع وفي الحرب ككل بطريقة مختلفة. مصر عاشت في سلام فترة كبيرة، فجأة حصل احتلال من بعض القبائل اللي كانت موجودة في شمال مصر، وكانت محتلة أجزاء كثيرة من العالم القديم زي أجزاء من فلسطين ومن سوريا، وطبعا دخلوا إلى مصر اللي كانت غير مهتمة بتحصين الشمال لأنه كان بالنسبة لها غير مهم في الفترة اللي كانت موجودة فيها، والمصريين ما كانوش يتوقعوا أنه في غزو يجي من المنطقة الشمالية. بدأ المصريين يفكروا بطريقة مختلفة، وطبعا احنا عارفين ان قصة كفاح المصريين ضد الهكسوس استمرت لحد ما وصلت الى احمس اللي يعتبر المؤسس الاول للأسرة الـ18 اللي طرد الهكسوس خارج مصر واكمل مسيرة والده واخوه وامن الحدود الشمالية لمصر. بدأ ملوك الأسرة الـ18 يفكروا بشكل مختلف في الشمال واعتبروه هو المصدر الرئيسي لأي غزو محتمل لمصر، وده فعلا اللي حصل في طوال التاريخ القديم والتاريخ الحديث كمان لحد الاحتلالات اللي كانت الاحتلال الإنجليزي أو الاحتلال الفرنسي، كله جاء من بوابة مصر الشرقية اللي كانت طبعا أسسوا عليها المصريين طريق من الحصون أو مجموعة من الحصون على طريق يعرف باسم طريق حورس الحربي اللي مازال موجود لحد النهاردة، وهنشوف أهم القلاع والحصون اللي هي موجودة على طريق حورس. طبعا التفكير ده جعل المصريين يبدأوا يفكروا في غزو الشمال وعدم انتظارهم ان الشمال هو اللي يغزوهم،
وده ولد طبعا الفكره اللي كانت موجوده، فكره الامبراطوريه المصريه القديمه اللي ما كانتش طبعا زي ما ناس كتيره بتحاول تصورها انها كانت امبراطوريه احتلاليه زي مثلا الفرنسيين او الانجليز او حتى في التاريخ القديم زي اليونان او الرومان. لا، مصر كانت بتعمل كده دفاعا عن حدودها وتامينا لحدودها ومنع ظهور اي قوه في الشمال تهدد مصر فيما بعد. لكن التعامل ما كانش طبعا بيكون عسكري بس، لا، التعامل كان كمان دبلوماسي. هنشوف مجموعه كبيره جدا من الملوك كانوا بيجيبوا امراء من سوريا وهم في سن الطفوله والشباب عشان يتعلموا في مصر مع الامراء المصريين في المعابد ويدرسوا في مصر ويكون في علاقات صداقه بين الامراء المصريين وبين الامراء السوريين والكنعانيين. وفي المستقبل طبعا كان ده يترتب عليه امور دبلوماسيه كبيره وعلاقات دبلوماسيه وتوطيد روح الحب والموده بين هؤلاء الامراء والامراء المصريين. بدا الجيش المصري ياخد طريقه تانية من في الدوله الحديثه، ان هو بدا يكون مجموعه يتقسم بقى فرق وكتائب ومجموعه من الجيوش، وبدا الجيش المصري كمان يعتمد على عنصر المرتزقه اللي كانوا بيكونوا موجودين في الجيش كمقاتلين بالاجر او بمقابل يعني في الجيوش المصريه، واعتمدوا عليهم كوحدات اساسيه الى جانب طبعا الشباب المصريين او الجيش المصري. وبداوا يعتمدوا فعلا على الجيش المصري بخلاف طبعا اللي كان موجود قبل كده، ان كان عندنا في مصر لما يكون في حمله كان رؤساء المدن او المحليات الصغيره والقرى بينتدبوا بعض الشباب عشان يكملوا المجموعه الحربيه اللي طلبها الملك ويبعتوها له. لا، بدا الجيش يكون جيش مستقر وجيش ثابت، وبدا كمان يكون ليه مكان ثابت فيه، وكان طبعا من اشهر الاماكن اللي اقام فيها الجيش واستوطن فيها منف اللي جعلها من حطب الثاني مقر للجيش، ومنف طبعا بالقرب من القاهرة والقرب من سقارة حاليا للناس ما تعرفش منف فين يعني. بدأ الجيش طبعا يتقسم يكون عنده فكر استراتيجي كبير. طبعا الأسس الفكر ده وأكتر واحد دمج في الفكر ده ملك من أعظم الملوك في تاريخ العالم القديم والحديث كمان اللي هو تحتمس الثالث، اللي بدأ يعمل استراتيجية فكرية للجيش المصري، يأسس مجموعة كبيرة جدا من الجواسيس اللي بيتقدموا الجيوش لجمع المعلومات، وكمان بيأمنوا الحدود ان هم يقدروا يوصلوا لاي معلومات لو في اي احتماليه لوجود غزو او وجود اي تمرد في الشمال او في الجنوب، وبيوصلوه طبعا للملك عشان يقمع هذا التمرد ويأمن الحدود العسكريه والداخليه الخارجيه لمصر. استمر بقى الفكر العسكري في تطور في الدوله الحديثه، وبداوا يهتموا بالجنوب لان طبعا العلاقات التجاريه كانت برضو مستمره مع الجنوب وظلت مستمره مع الجنوب، واهتموا اكتر بالشمال اللي بدا يكون فيه انفتاح اكتر معاه كتامين عسكري. انا ذاك الهرس اصلا قلت لها صارت لي فيه بزاف مشاكل وهاني نحكي لك، قلت لها عندي شو حساسيات مع اخت. بالنسبة للحصون في الدولة الوسطى من ناحية التخطيط المعماري، كانت الحصون في العصر الدولة الوسطى تبنى على شكل دائري ومربع أو مستطيل، وكان معظم هذه الحصون مقامة على جانبين نهر النيل، وكان دايما بيمتاز الحصن بأن ليه واجهة عريضة اللي هي مطلة على النهر وواجهة أخرى خارجية مطلة على الصحراء، وبتكون مزودة بباب رئيسي لدخول الجنود ودخول المركبات. أما الفرع الواجهة اللي كانت على النهر فكان بيكون فيه دايما ليه مرسى بدرج يؤدي الى السور. من اهم الحاجات اللي ميزت الاسوار اللي هي موجوده في الدوله الوسطى على 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 حافه النيل ان السور الخارجي ليها المواجه للنهر كان بيبنى في شكل منزلق، وده بيؤدي الى حاجتين: صعوبه تسلقه لو كان في غزو بسفن فما يقدرش الغازي ان هو يتسلق السور، وكمان ده بيسهل عمليه نزول الجنود في حاله الاشتباكات، ان الجندي يكون نزوله لو بيستخدم حبل او حاجه هيقدر ينزل بسهوله من على هذا المنزلق، يعني بيسهل عمليه النزول ويصعب عمليه التسلق وصعود السور. كانت طبعا هذه الحصون صغيره الحجم مش كبيره، يعني كيلو متر ل 2 كيلو متر مربع، ما كانتش كبيره زي الحصون اللي كانت موجوده في عصر الدوله الحديثه زي ما نشوف في التخطيط المعماري للحصون اللي كانت موجوده في عصر الدوله الحديثه. اهتم طبعا معظم الحصون زي ما قلنا كانت موجوده في جنوب مصر والنوبه، وكانت المباني الموجوده على شاطئ نهر النيل تحاط بخندق جاف غالبا بيكون مكسو بالطوب اللبن، وكان غالبا بيكون ليه جدار مزدوج، جدار من الطوب اللبن والجدار الاخر من الحجر، وده غالبا اللي كان بيكون مواجه لمياه النهر.
عندنا كتير من الحصون اللي كانت مزدوجه على جانبي النهر زي حصن سمنه الشرق اللي هو قمه او قمنه زي ما الناس بتسميه، وحصن سمنه الغرب، وعندنا كانت برضو بعض الحصون اللي كانت موجوده على الشاطئ النيل الغربي واحدى الجزر زي الحصنين اللي احنا هنشوفهم ان شاء الله ونشرحهم اللي هو حصن مرجاسه وحصن دبنارتي، وطبعا كانت اماكن للايواء واماكن لسكن الجنود، وكان فيها طبعا معابد وحياه كامله كانت بتكون موجوده على هذه الحصون. طبعا ما كانتش الحصون بس في الجنوب، لا عندنا كمان كتير من المدن اللي كانت موجوده في الدوله الوسطى تم تحصينها زي مدينه اسد تاويه اللي هي كانت عاصمه مصر منذ بدايه التاريخ الى ان انتقلت العاصمه اكثر من مره حتى استقرت في الاقصر او طيبه تحديدا لتكون عاصمه مصر اللي استمرت طبعا على مر التاريخ حتى تم تنقلها في العصور المتاخره. الحصن كبناء عسكري لم يعرف بصورته الواضحه قبل عصر الدوله الوسطى، كحصن كامل عسكري كامل معروفش بالصوره الواضحه بتاعته قبل عصر الدوله الوسطى. لكن كل اللي كانت موجوده قبل كده كانت مجموعه من القلاع الصغيره اللي كانت على موجوده على الطرق التجاريه بتامنها، وكان بيكون عدد صغير جدا من الجنود بيسكنوا فيها. لكن الحصن بتعريفه كحصن بالابراج زي ما احنا شايفين كده في الصوره اللي قدامنا لم يعرف قبل عصر الدوله الوسطى. وطبعا زي ما قلنا كان الحاله والحاجه اللي احنا هو السبب في ظهورها. عندنا كثير من الوثائق القديمه بتحدثنا عن اسباب اقامه هذه الحصون، ومن خلال مجموعه الحصون الموجوده في المنطقه الحيويه طبعا يتضح ان اسباب اقامه هذه الحصون هي تامين الطرق التجاريه بين مصر والجنوب وتامين القوافل التجاريه التي تعبر هذه الطرق ومراقبه النهر والسفر التي تعبر بين الجندلين الاول والثاني. وقد سميت بعض هذه الحصون باسماء التي تطرد القبائل التي تقبح الصحراوات، وده بيدل ان هذه الحصون لم تكن لتامين نهر النيل بس، له تامين كمان الطرق التجاريه اللي كانت موجودة في نهر النيل أو جانب نهر النيل من هجوم البدو اللي كانوا مستوطنين في الصحاري في هذه الأوقات. من أقدم الحصون اللي موجودة عندنا في الدولة الوسطى هو حصن تل اليهودية. تل اليهودية تقع على بعد 25 كيلومتر من القاهرة وبتقع شرق مدينة القنطرة بحوالي 3 كيلومتر، وطبعا بتري نسبها إلى عصر الهكسوس لكن البناء الأول ليها موجود من عصر الدولة الوسطى، واللي بيدل على كده ان في هذا الحصن موجود الى جواره مجموعة من المقابر التي تعود الى عصر الدولة الوسطى. وطبعا رمسيس الثالث شيد فيه واضاف ليه كتير، واضاف في الى جانبه في مدينة من النصف الغربي من المعسكر، وطبعا استوطنوا اليهود في العصر البطلمي وكان معسكر مهم جدا، وثم يتل اليهودية نسبة الى سكن اليهود فيه اللي طبعا بدأوا يسكنوه في العصر البطلمي في أواخر التاريخ المصري القديم. وزي ما احنا شايفين الحصن كان في شكل مستطيل بالشكل اللي ظاهر قدامنا دلوقت، وكان ليه باب واحد في أحدى جانبي، وطبعا الجانب اللي كان بيواجه الطريق كانوا بيزودوا في العرض بتاع السور من 6 إلى 8 متر بخلاف الجزء الداخلي اللي هو كان بيكون عبارة عن أكثر من حائط في بينهم وبين بعضهم فواصل أو فراغات. عندنا كمان من الحصون المهمة في الدولة الوسطى حصن قوبان، وده بيقع في الجانب الشرقي من نهر النيل على بعد 107 كيلومتر أعلى خزان أسوان الموجود حاليا، وطبعا كان مشيد ربما أنه يكون مركز تجاري في عهد سنوسرت الأول، وكان له تخطيطين. التخطيط الأول خاص بالحصن القديم اللي كان موجود سنة 2000 قبل الميلاد ويرجع لعهد سنوسرت الأول، وحصن تاني كان موجود في عصر أو تم تطويره في عصر سنوسرت الثالث سنة 1880 قبل الميلاد. الحصن الأول زي ما احنا شايفين كان ليه تخطيط مستطيل الشكل، وكان طبعا مبني من طوب اللبن، وكان سمق الحائط حوالي 3 متر بالضبط 2 متر 99 سنتي، وكان به أبراج مستديرة، وكان بيحيط بهذا الحصن خندق مكسو بالطوب اللبن. وطبعا الحصن ليه باب ناحية الشرق، الباب ده يقع بين برجين كبيرين، وكان باب عظيم أو باب قوي لمنع أي تسلق عليه. والحصن الثاني خد نفس التخطيط طبعا، لكن أضاف ليه أنه كان ليه بوابتين غير متقابلتين، واحدة في الجانب الشرقي والبوابة الثانية كانت في الجانب الشمالي، وكان بيصل بين البوابتين طريق واحد مستطيل
وحفر، وطبعا كان في خندق حفر حول هذا الحصن زي ما اتكلمنا، وتم كساء جدرانه بالطوب اللبن. يعني الحصن كان عندنا في شكل، يعني كان حصنين، حصن خندق محفور والحصن الثاني كان عبارة عن سور مبني من الطوب اللبن. عندنا كمان من الحصون المهمة حصن بوهن في أو بوهن في النوبة، ومدينة بوهن بتقع على الشاطئ الغربي لنهر النيل وفي الجنوب تقريبا من وادي حلفة، وبيقع بها حصن في أقصى الشمال من الجنوب، شمال من الجندل الثاني اللي شيده طبعا، وهذا حصن شيده سنوسرت الأول، وشيد فيه معبد من المعابد المهمة جدا في الحصون العسكرية اللي موجودة في جنوب مصر. الحصن عبارة عن شكل مستطير، مستطيل عفوا، به أبراج مربعة الشكل بخلاف الحصن بتاع كوبان اللي كان الأبراج بتاعته دائرية الشكل. وبكده هناخد ان عندنا الحصن في الدولة الوسطى كان الأبراج بتاعته ليها شكلين، اما دائري او مربع زي ما احنا شايفين. ده تخطيط حديث للحصن اللي موجود في مدينة بوهن بالنوبة. وطبعا الحصن ليه بوابة موجودة في الجانب الغربي وهي بوابة مزدوجة، ويبرز منها جدارين تقع البوابة داخلهم زي ما احنا شايفين في الشكل، وفي خندق كمان محفور حول السور الخارجي زي ما احنا شايفين كانت مكسوة الجدران بتاعته او مبطن بالطوب. طبعا في كثير من القوات زي ما احنا شايفين كده، او الفتحات او المزاغل زي ما اي حد بيسميها، او المنحدرات، يعني في اسماء كثيرة ليها. القوات والمزاغل دي كانت مشيدة في صفين في الجدار الساتر للأبراج المستديرة الموجودة في الجدران المحيطة بالسور المزدوج زي ما احنا شايفين في الشكل اللي امامنا ده. دي القوات بتاعة سور حصن بوهن. وطبعا ده من الحصون المهمة جدا، ويعتبر من اكبر الحصون اللي كانت موجودة في جنوب مصر، وهو حاليا للأسف مغمور تحت مياه نهر النيل. وده صورة للمجموعة الأبراج اللي موجودة في حصن بوهن زي ما احنا شايفين، اللي على اليمين الأبراج الدائرية والفتحات اللي فيها اللي كان بيتسلق منها الرمات السهام في حالة تعرض الحصن لأي هجوم، وعلى اليسار الشكل المستطيل للأبراج المستطيلة اللي كانت على السور الخارجي المواجه لنهر النيل. صورة حديثة لإعادة تشكيل للجدار الخارجي للسور، وزي ما احنا شايفين أكثر من برج كانت مخصصة لوجود الرماه، رماه السهام لحماية النهر والطريق المار في الصحراء، الطريق التجاري، وتأمينه من أي غزو محتمل سواء كان من المياه النهرية أو كان غزو من البدو اللي ساكنين في الصحراء عن طريق الصحراء. طبعا في فكرة سائدة إن مصر ما عرفتش المعارك المائية غير في الأسرة، غير في الدولة الحديثة اللي كانت المعركة المعروفة باسم معركة شعوب البحر اللي كانت في عهد رمسيس الثالث، ودي فكرة خاطئة، لأن مصر عرفت أو شهدت أقدم معركة مائية في تاريخ البشرية، وكانت في نهاية عصر الانتقال الأول وبداية الدولة الوسطى، وكانت معركة نهرية ومسجلة على جدران المقابر في دير ريفة كمعركة نهرية حصلت بين ملوك طيبة وملوك إهناسيا، ومسجلة طبعا مناظر المقبرة في دير ريفة. وللأسف دير ريفة ممنوعة الزيارة بسبب طبعا أنها موجودة داخل معسكر للقوات المسلحة حاليا. من الحصون المهمة كمان عندنا في الدولة الوسطى حصن مرجاسة، وبيقع على الشاطئ الغربي للنيل، وتقريبا ارتفاعه عن نهر النيل من 20 ل 25 قدم، وبيقع إلى الشمال من وادي متوجة والجندل الثاني. والحصن مستطيل الشكل وعلى بعد 25 متر من الجدار الداخلي، يمتد سور خارجي موازي للسور الداخلي، يعني الحصن كان عبارة عن سورين موازي للجدار الداخلي من الجوانب الشمالية والغربية والجنوبية. طبعا الجانب الشرقي ليه كان مواجه لنهر النيل، فما كانش محتاج انه يكون عليه سور مزدوج لان النهر بيقوم بمهمة الخندق او السور الخارجي. وطبعا السور كان ليه مداخل في الجانبين الشمالي والجنوبي، وفي طرق طبعا كانت بتوصل بين هذه البوابات لتسهيل حركة الجنود، وان في يعني اي مجموعة من العساكر الموجودين في اي جانب من الجانب الاخر يمد الجانب الاخر بال الجزء المادي العسكري، يعني كزيادة جنود أو زيادة عتاد وأسلحة في حالة تعرض أي جانب من الجوانب دي في الهجوم
أو محاولة تعرض لأي قافلة تجارية بحرية أو في نهر النيل يعني، فكانوا بيمدوا بعضهم وبتسهل حركة الجنود أو حركة نقل الأسلحة والمعدات الحربية. عندنا كمان من الحصون الموجودة والحصون المهمة في الدولة الوسطى حصن مدينة أسكوت أو سكوت، ويقع في النهاية الشمالية الغربية لجزيرة أسكوت خلف الجندل الثاني، وطبعا كثير منه في العناصر الموجودة فيه في التخطيط المعماري متقابلة في الحصنين الذين قائم مباشرة في حصن شلفق وأرنارت اللي احنا نشوفهم فيهم تطابق معماري بين الثلاث حصون دول في العناصر المعمارية، خاصة العناصر المعمارية الموجودة في النهاية الجنوبية للواجهة الشرقية للحصن. والحصن طبعا على هيئة برجين ضخمين يبرزان بزاوية قائمة من الجدار المحيط، والحصن مشيد من الطوب اللبن وهو عبارة عن 8 متر في 25 متر بزاوية قائمة على الجدار المحصن. ويمتاز الحصن في تخطيطه بأن ليه واجهة عظيمة مواجهة لنهر النيل أكبر وأعرض من اللي هي مواجهة للصحراء، وطبعا ده هو التخطيط اللي كان موجود في الدولة الوسطى ومنتشر بنفس الشكل ده اللي هو الشكل القريب إلى المثلث، يعني هو مش مستطيل لو قريب للمثلث. عندنا كمان من الحصون المهمة اللي كانت موجودة في الدولة الوسطى حصن شلفق، وده حصن من الحصون المهمة جدا، وهو أقيم على صخرة مرتفعة على الشاطئ الغربي لنهر النيل جنوب وادي حلفة، وكان بيتحكم لكلمه مهمتين، مهمة دفاعية والمهمة الثانية أنه كان بيقوم بمراقبة نهر النيل في كلا الجانبين. وطبعا الطريق للحصن شيد بعمق في كافة الجوانب، وليه ممر في البوابة يسمح بالمرور بين البوابتين اللي هم كانوا موجودين في الجانب الغربي وجانب الشرقي. الحصن كان ليه سور عريض عرضه حوالي من 6 إلى 7 متر في بعض الأجزاء، وكان ليه مجموعة من الكوات أو الدخلات أو المزاغل زي ما أي حد بيسميها يعني، وامتاز بوجود كثير من الأبراج في الجانب المواجه لنهر النيل، وده بيدل أن الحصن كان ليه مهمة دفاعية لحماية السفن التجارية التي تمر في نهر النيل في منطقة شلفق إلى وادي حلف. عندنا كمان من الحصون المهمة جدا في الدولة الوسطى حصن أورنارتي. حصن أورنارتي زي ما هو باين في التشكيل في التخطيط اللي قدامنا واخد نفس التخطيط المعماري لسكوت وشلفق اللي هو الشكل المايل إلى الشكل المثلث. وطبعا الحصن سمع الجزيرة المسماة بجزيرة الملك حاليا، وبيقع على بعد 45 كيلومتر جنوب مدينة أسوان، وعلى بعد 5 كيلومتر شمال حصن سمنة، وبيرجع تاريخه على أقل تقريب يعني إلى عهد سنوسرت الثالث. والبوابة الرئيسية ليه وهي بوابة ذات بابين مزدوجين بتقع في الناحية الجنوبية بين جدارين بهما أبراج ضخمة لتسلق الرماة أو لوجود الرماة، والحصن به بابين متقابلين، باب في الجانب الشمالي وباب في الجانب الجنوبي، والباب الرئيسي طبعا هو اللي كان موجود في الجانب الجنوبي. وكان الحصن ده فيه مجموعه من السكنات العسكريه الضخمه اللي بتدل ان عدد الوحدات العسكريه اللي كانت موجوده فيه ما كانتش بتقل عن 26 وحده عسكريه، يعني تقريبا حوالي 1000-1500 عسكري، وده يعتبر من اكبر الحصون اللي كان موجود فيها قوه عسكريه في الدوله الوسطى على طريق نهر النيل او على الطريق بين مصر وبين المدن الجنوبيه، الطريق التجاري بين مصر وبين المدن الجنوبيه. الواجهه المواجهه لنهر النيل طبعا كانت اعرض واكبر زي ما احنا شايفين، وكان فيها البوابه الرئيسيه اللي كان بيوصل ليها مرسى زي ما احنا شايفين مجموعه من الرسم في الرسم اللي هو اعاده تشكيل للحصن. وطبعا كان في درج بعد هذا الممر يؤدي الى طبعا اللي كان بيصعد عليه الجنود للوصول للبوابه الرئيسيه للنهر. بعد كده عندنا حصن او حصنين من اهم الحصون الموجودين في التاريخ العسكري في مصر القديمه اللي هو حصن سمنه وحصن قمنه. سمنه الشرق وسمنه الغرب، او سمنه الغرب وسمنه الشرق، او سمنه الغرب وقمنه، لان زي ما هنشوف ان هي سمنه الشرق هي مدينه قمه او قمنه. اولا حصن سمنه الغرب اللي ظاهر قدامنا في الصوره، مدينه سمنه الغرب بتقع عند الجندل الثاني في المكان المعروف دلوقتي ببطن الحجر على بعد 70 كيلومتر جنوب وادي حلفة، وهو أضيق مكان في مجرى نهر النيل على تاريخ ممره في مصر كلها، يعني هو أضيق مكان في مصر على في مجرى النيل يعني. وأقاموا حصنين عليه، حصنين متقابلين، واحد في سمنة الشرق والتاني في سمنة الغرب للتحكم وإحكام السيطرة على النهر ده من ناحية، والناحية التانية
لان الحصن ده يعتبر هو المفتاح او الباب الرئيسي لدخول اي غزو جاي من الجنوب او اي تعدي جاي من الجنوب الى مصر. فكان الاهتمام بالحصنين دول على بالغ اشده يعني في الدوله الوسطى. وكانت المنطقه دي يعتبر اكثر المناطق تحكما في النهر، وفيها طبعا قلعتين متقابلتين زي ما قلنا اللي هي سمنه الغرب وسمنه الشرق. وكان حصن سمنه الغرب في الاول امر شكله مستطيل ثم زيد في احدى جانبيه، والحصن بيحيط به خندق عرضه 26 متر في المتوسط بتاعه. وهذا الحصن يتزاوج مع الحصن الموجود في السمنة الشرق في الجانب الآخر يعني، وتخطيطه على شكل حرف ال، تخطيط الحصن ده على شكل حرف ال. وهذا الحصن من الحصون المهمة زي ما قلنا، وليه بوابتين، بوابة في الشمال وبوابة في الجنوب. وكانت له بوابة ثالثة تقع عند النهر في الناحية الشرقية، وهي بوابة صغيرة كان بيؤدي ليها مرسى نهري طبعا لعبور الجنود أو البضائع اللي كانت بتيجي كغذاء أو مؤونة للجنود الموجودين في هذا الحصن. الحصن طبعا كان فيه موجود فيه معبدين، واحد فيهم ينسب لعهد حتشبسوت وتحتمس الثالث من الأسرة 18. وطبعا الحصن ده كان مخصص لعبادة سنوسرت الثالث المؤلة اللي طبعا ينسب ليه بناء هذا الحصن. والحصن الثاني تم إضافته في الأسرة الثانية والعشرين. الحصن الثاني المهم عندنا ده برضو صورة الحصن سمنة الغرب والباب الشرقي اللي هو بيوصل لمرسى نهري زي ما اتكلمنا عنه. الحصن الثاني المهم عندنا هو حصن سمنة الشرق أو حصن قمة أو قمة زي ما بيسميه بعض الناس، وهو حصن مهم جدا من الحصون المصرية وسمي باسم باعد الأقواس، وهو اسم للإله خنوم أو المعبود خنوم، المعبود المشهور جدا في مصر خاصة في الجنوب. وقيمة هذا الحصن على أعلى قمة جبل موجودة في الجانب الشرقي لنهر النيل، وتخطيطه بشكل شبه منحرف زي ما احنا شايفين، وجدرانه جدران طويلة ناتئة، وليه بوابة بارزة في الجنوب الشرقي، ويوجد في الركن الشمالي حجرتان منخفضتان ذات أسقف قوية. والحصن ده بيواجه الحصن الموجود في سمنة الغرب، وكان حصن تكميلي للحصن الموجود في قمنا الغرب، وبيساعده أو بيعتبر مخزن رئيسي ليه وإمدادي ليه في حالة طبعا تعرض أي حصن من الحصنين للهجوم. من الحصون كمان المهمة عندنا في مصر القديمة الحصن الموجود في قباء في قرمة، وقرمة بتقع طبعا في اقليم دنجولا او دنقلة اللي هو موجود اعلى من الجندل الثالث دلوقتي في مدينة او في السودان في دولة السودان الشقيقة. وهذا الحصن شيده سنوسرت الاول، وبيتكون من مبنى مستطيل الشكل زي ما احنا شايفين، وفي الفترات معاصرة اضيفت لي اضافات في الجانب الشرقي منه وعلى مستوى منخفض منه يعني. وهذا الحصن من الحصون اللي كانت بيهتم بمراقبة نهر النيل وإيصال المعلومات للحصون الموجودة في الشمال منه، المعلومات التحذيرية طبعا في حالة وجود أي تعدي نهري على نهر النيل. كمان عندنا من الحصون المهمة في الدولة الوسطى وهو آخر حصن معانا حصن مدينة عنيبة أو ميعام، وبيقع حصن ميعام على بعد حوالي 230 كيلومتر جنوب جزيرة فيرة. وطبعا في بقايا مستوطنة بترجع لعصر الدولة القديمة موجودة في جنوب جانب هذا الحصن يعني، وربما كانت هذه المستوطنة تعود لعصر الأسرة السادسة أو الخامسة على أقل تقدير يعني. الحصن طبعا شهاده سنوسرت الأول، وشهاده هو على أعلى مرتفع موجود في مدينة ميعام، وشياده بالطوب اللبن وليه تخطيط مستطيل الشكل أبعاده 138 متر 58 متر. وزي ما قلنا طبعا كل الحصون اللي كانت موجودة في الدولة الوسطى كانت حصون صغيرة ما كانتش كبيرة يعني زي اللي كانت موجودة عندنا في الدولة الوسطى. بكده نكون خلصنا نبذة عن الحصون اللي كانت موجودة في الدولة الوسطى، وننتقل بقى إلى الحصون اللي كانت موجودة في الدولة الحديثة. زي ما قلنا ان بعد تعرض مصر للغزو اللي حصل من الهكسوس اللي كان تقريبا سنه 1730 قبل الميلاد، واحمس قدر يطردهم تقريبا سنه 1850 قبل الميلاد،
تمكن أحمس من تحرير البلاد، وبدأ الجيش المصري يفكر بطريقة مختلفة عن اللي كان بيفكر بيها في الدولة الوسطى، وبدأت العسكرية المصرية تكون ليها هدف غير هدف تأمين الطريق التجاري اللي كان مقتصر عليه الفكر العسكري اللي كان موجود في الدولة الوسطى. الفكر ده بدأ يأخذ محورين. المحور الأول إقامة مجموعة من الحصون والقلاع في شمال مصر لتأمين الحدود الشمالية لمصر، والمحور الثاني إقامة جيش قوي قادر على إخضاع أي تمرد أو القضاء على أي قوة حربية تظهر في شمال مصر في أي فترة من الفترات اللي كانت هتعقب فترة الهكسوس. وده اللي أدى إلى التوسع الحربي والتوسع العسكري في مصر القديمة، وطبعا إلى زيادة الثروات اللي كانت بتيجي لمصر، والحكام مصر اللي احنا عرفنا ان في عهد أمنحوتب الثالث مثلا كملك من الملوك المخازن اللي كانت موجودة في مصر كانت غير كافية ان هو يخزن فيها الجزية والضرائب اللي كانت بتدفعها مدن الشمال، فبدأ يعمل مخازن في الشارع يخزن فيها هذه الجزية وهذه الضرائب. طبعا ده دليل على مدى الثراء اللي وصلت ليه مصر في عصر أمنحوتب الثالث اللي كان بيجني او بيقطف الثمار اللي زرعها الملك العظيم تحتمس الثالث وخليفته أمنحوتب الثاني اللي يعتبروا من اعظم الملوك في تاريخ العالم القديم. الفتره اللي حصلت بعد كده بعد أمنحوتب الثالث فتره الاضطراب اللي حصلت في عهد اخناتون اللي اهتم بالجانب الديني وساب الجانب العسكري، فبدات الحروب تحصل في الجانب الشمالي والثورات، وبدأت مصر تفقد هيبتها ومكانتها العسكرية اللي كانت موجودة ليها واللي أسسها أمنحوتب الثاني وأبوه طبعا تحتمس الثالث الملك العظيم، واللي ده نقدر نشوفه من واحد من الملوك الأموريين اللي كان بيبعت رسالة استغاثة، واحد عفوا من ملوك الشمال اللي كان بيبعث استغاثة الملك إخناتون بيستغيث به من ظلم ملوك الأموريين اللي كان على رأسهم الملك اللي اسمه عزيزه، اللي كان بيستغيث بيها وبيقول له يعني مين اللي كان يقدر يعمل في مصر كده، او هل كان يستطيع احد فيما مضى ان ينهب تونب اللي هي مدينه طبعا الراجل اللي بعت الرساله دون ان ينتقم لها تحتمس الثالث ويفعل بالناهب ما فعل بها؟ مين اللي كان يقدر يعتدي على اي مدينه موجوده في الشمال ايام تحتمس الثالث عشان انت سايبنا او طارق الملك الاموري يعتدي علينا؟ وده يدل على مدى القوه اللي كان فيها الجيش المصري في ايام تحتمس الثالث وأمنحوتب الثاني طبعا خليفته، والفتره او الحاله اللي وصل ليها الجيش في ايام اخناتون. بعد انتهاء فتره اخناتون وانتهاء والقضاء على الثوره الدينيه الان بقى اخناتون، فعليا القاده العسكريين هم اللي سيطروا على مصر، اصبحوا ملوكا لمصر بدايه من طبعا حور محب واي ورمسيس وستي، كل الناس دي كانت قاده عسكريين، كانوا في الاساس قاده عسكريين في الجيش وبداوا يتولوا زمام الحكم في مصر، وبدات مصر تاخذ طابع عسكري اقوى واكثر، وبدات مصر يكون ليها دور عسكري في المنطقه الشماليه اكبر، وبدات الحصون والقلاع تزداد في الجانب الشمالي بشكل اكبر. من الحصون الموجوده عندنا والحصون المهمه جدا في الدوله الحديثه واللي فعليا التخطيط المعماري للحصون بدا يختلف، من ناحيه المساحه بدات الحصون تكون اكبر، ومن ناحيه التخطيط المعماري بدات الحصون تاخذ الشكل الشبه منحرف عكس الاشكال اللي كانت موجوده في الدوله الوسطى، سواء كانت شكل اللي هو مثلثي او الدائري او المستطيل او المربع، لا بدا الشكل بتاع الحصن يكون شكل شبه منحرف، بيكون الجانب المواجه للطريق فيه ضخم وفي جدران طينيه مزدوجه او جدران مزدوجه، وبدا يدخل كمان عندنا عنصر جديد في العماره وهو عنصر الطوب المحروق او الطوب الاحمر اللي بدا اللي بيتري بيقول ان هو بدا ينتشر في الدوله الحديثه في الدلتا بشكل كبير جدا. العنصر ده كان عنصر أضاف قوة بنائية وقوة تشييدية جديدة للحصون والقلاع اللي موجودة في شمال مصر طبعا إلى جانب البناء بالحجر. الطوب الأحمر كان سهل في صناعته، سهل في بنائه، سهل في نقله، كان يعني أضاف سرعة في البناء وأضاف قوة ومتانة كمان للبناء، خاصة أن المادة مادة الشيد أو المادة اللي كان بيربط بيها بين قوالب الطوب كانت مادة مصنعة من نفس مادة صنع الطوب الأحمر، كانت مادة قوية، فبدأ الحصن عندنا يكون ليه متانة وقوة أكتر، وتخطيط المعماري بتاعه اختلف أكتر وحجمه كمان بدأ يزيد ويكون أكبر.
من الحصون المهم عندنا حصن تل الرطابي اللي بقى على بعد حوالي 25 كيلومتر غرب مدينه الاسماعيليه، وفي الوادي المعروف باسم وادي الطميلات الى الشرق من مدينه القصاصين الحاليه بحوالي 3 كيلومتر. وحائط السور الخارجي يعود الى عصر الهكسوس، لكن تم اضافه مجموعه كبيره من العناصر المعماريه لهذا الحصن وتوسعته والإضافة ليه في عهد الأسرات ال 18 وال 19 وال 20 كمان. والحصن طبعا كان ليه باب كبير بين برجين، كما تزدوج جدران الحصن في بعض الجوانب بشكل كبير خاصة في الواجهة الأمامية للحصن. وطبعا الحصن كان موجود جواه مجموعة من النيشات والحجرات الكبيرة والضخمة ومعسكر أو سكنة عسكرية ومجموعة من المنازل ومعبد صغير أضيف في عهد الدولة الحديثة. من الحصون كمان المهمة عندنا واعتبر من أهم الحصون الموجودة في شمال مصر والأهم الحصون الموجودة على طريق حورس الحربي هي قلعة صارو أو حصن تل حبوة. خد نفس التخطيط أو نفس الشكل المعماري لحصن تل الرطابي، وده تقريبا هو الشكل السائد في الفترة بتاعة الدولة الحديثة ككل، وهو يعني شكل كان موجود في عصر الهكسوس أو ابتدع الهكسوس في مصر، ومن ضمن التطورات اللي استقاها المصريين القدماء من الفترات اللي هي كانت موجودة فيها الاحتلال المصري، الاحتلال في مصر يعني الاحتلال الهكسوسي لمصر. تل حبوة أو حصن قلعة صارو بيقع شمال شرق مدينة القنطرة الحالية بحوالي 10 كيلومتر شمال طريق العريش طبعا القنطرة، وعلى مسافة 3 كيلومتر شرق قناة السويس الحالية، وبيرجع أقدم ما عصر عليه إلى عهد الملك عسح راح حزن نحسي واسفرت طبعا طبعا من عصر الهكسوس، واسفرت حفائر هيئه الاثار عن الكشف عن قلعه من اكبر القلاع القديمه في شمال سيناء، وبلغت ابعاد هذه القلعه 800 متر في 350 متر. القلعه مبنيه طبعا من اسوار مزدوجه وليها جدارين، طبعا الجدار الاول سمكه متر و80 سنتي والثاني سمكه 4 الداخلي يعني سمكه 4 متر، وكان في بين الجدارين مسافة فارغة حوالي 90 متر. طبعا دي كانت بتسهل عملية تحرك الجنود، والجدار أو القلعة بناءها بهذا الشكل ليه هدف استراتيجي عسكري، اللي هو في حالة أن الحصن الخارجي تم اختراقه من قبل أي غزاة يكون الحصن الداخلي اللي هو الأكبر طبعا اللي هو عرضه 4 متر يكون صامد، يعني القلعة تعتبر قلعتين داخل بعض. لو تم اختراق القلعة الخارجية بيقوم الجيش بالانسحاب الى القلعه الداخليه والاستمرار طبعا في الدفاع عن القلعه باستماته طبعا، والسور الداخلي اللي هو الاربعه متر يكون الدافع بتاعه او الحمايه بتاعته اكبر من السور الخارجي بكثير. طبعا في مجموعه من المباني الهامه اللي كانت موجوده داخل الحصن، من ضمنها المبنى اللي يقال ان هو كان قصر من عهد الدوله الحديثه، ويعتبر هذا الحصن من أقدم الحصون وأهم الحصون اللي موجودة في مصر. وطبعا سيتي الأول أضاف لي كثير والكثير، والقصر اللي موجود أو المبنى اللي يعتقد أنه قصر بيؤرخ بعصر سيتي الأول أو رمسيس الثاني. عندنا حصن كمان من أهم الحصون الموجودة في شمال مصر في عهد الدولة الحديثة، حصن بير العبد. الحصن ده بيقع على بعد حوالي 30 كيلومتر شرق تل الفرمة، وطبعا للأسف البعثة الإسرائيلية هي اللي اكتشفت هذا الحصن أيام الاحتلال الإسرائيلي لمصر سنة 1967، وطبعا تم الكشف عنه بطريقة غير مشروعة، ويعتبر دي المرة الأولى اللي يتم كشف أثري فيها في أي مكان في العالم بطريقة غير مشروعة ويعتمد ويكون كشف أثري. تم تقريب طبعا الحصن ونقل كل المحتويات واللقى الأثرية اللي كانت موجود فيها إلى المتحف في إسرائيل، واقتصابها طبعا كما اقتصبت الارض في كل الوطن العربي. والحصن له مساحه ممتده على حوالي 1600 متر مربع، والبقايا الموجوده منه حاليا هي الصوامع الغلال اللي احنا شايفينها قدامنا في الصوره دلوقتي. كانت عباره عن اربع صوامع في صفين، طبعا كل صف فيه صومعتين زي ما احنا شايفين التخطيط اللي قدامنا ده، وكانت هذه الصوامع مخصصه لتخزين الغلال المستخدمة طبعا في تغذية الجنود اللي كانوا موجودين في هذا الحصن. وكانت المخازن دي مفصولة بحائط عن المساكن بتاعة الجنود والسكنات العسكرية،
وطبعا الحصن من الحصون الهامه التي تقع على طريق حرس الحربي، وطبعا كان بيكون وظيفته ان هو بيزود الجيوش اللي بتمر في هذه المنطقه بالمؤن والسلاح، وكان مكان كمان مخصص لاستراحه الجنود. وطبعا ليه دور مهم جدا في معركه قادش، ذكر في نقوش معركه قادش اللي هو كان بيوفر المؤن للجيش اثناء عبور هذا الطريق، الطريق المعروف بطريق حرس الحرب. عندنا كمان اخر حاجه المبنى الموجود في جبل الحسا في النهايه الغربيه لطريق حرس الحرب. اكتشف هذا المبنى في سنه 1914 ميلاديه، وجبل الحسا طبعا بيقع بين البحيرات المره ومدينه السويس. وهذا المبنى اعتقد انه حصن اداري او مبنى شبه اداري، وهو يشبه الحصن الموجود في مدينه الخروبه، وبيتكون من ثلاث صالات متتاليه، وكان فيهم وكان في موجود فيه مقصوره مخصصه لعباده المعبوده حتحور. وبينسب هذا الحصن الى عهد الملك سيتي الاول الى لحد رمسيس الثالث، اللي فيه بقى طبعا مجموعه من الخرافيش الموجوده في هذا الحصن تنسب لهذين الملكين اللي هو سيتي الاول ورمسيس الثالث. لو بصينا على الشكل العام للتخطيط المعماري للحصون اللي موجوده في عهد الدوله الوسطى، هنلاقي ان الشكل المثلث هو اللي كان طاغي على التخطيط المعماري للحصون، بحيث ان الواجهه العريضه تكون بتواجه نهر النيل والواجهه الضيقه بتواجه الصحراء. الحصون كانت حصون صغيره، مساحتها صغيره من 500 الى كيلو متر مربع، وفي اقصى حال في اقصى واضخم الحصون كانت 2 كيلو متر مربع. الحصون دي كانت حصون صغيره اشبه بقرى صغيره بيسكنها عدد من الجنود حوالي 500 جندي الى 750 جندي. والحصون كانت بتقام باشكال مزدوجه، اما على جانبين النهر بشكل متقابل، يعني حصن على الجانب الغربي وحصن اخر بيقابله على الجانب الشرقي، او حصن على الجانب الغربي وحصن بيقابله على جزيره من الجزر الواقعه في وسط النيل. كانت الحصون بتقام بشكل قريب من بعضها، يعني من 5 ل 6 كيلومتر الى اقصى حد 10 كيلومتر بين الحصن والاخر. كانت بعض الحصون بتقوم بهدف مراقبه نهر النيل وتوصيل المعلومات للحصون التانية، وحصون تانية كانت ليها دور أهم زي حصن سمة الشرق وحصن الغرب اللي أقيم على أضيق مكان في نهر النيل ليكونوا حائط الصد الأخير والقوي ضد أي غزو جنوبي أو خارجي أو تعرض لأي سفينة تجارية بتمر في نهر النيل. وعرفنا أن اهتمام ملوك الدولة الوسطى كان اهتمام استراتيجي بتأمين الطريق التجاري مع الجنوب أو مدن الجنوب زي بلاد بونت وبلاد النوبة والسودان وأثيوبيا وكل المدن الموجودة في جنوب مصر، لأن كانت مصر نشطة تجاريا مع هذه المدن في هذه الفترة. في كمان عندنا الأبراج كانت غالبا مستطيلة الشكل أو دائرية في بعض الأحيان زي حصن بوهن اللي جمع بين الشكلين طبعا، سواء كان الشكل الدائري أو الشكل المستطيل. عندنا بعض الأشكال للحصون في الدولة الوسطى كانت مربعة أو مستطيلة أو دائرية لكن كانت قليلة، اللي كان الشكل السائد والشكل المثلثي. في الدولة الحديثة اختلف الفكر العسكري لمصر القديمة نتيجة لهذا الغزو الخارجي الذي تعرضت له مصر، بدأ الفكر الاستراتيجي يتحول إلى الاهتمام بالشمال، تزويد الشمال بمجموعة من الحصون والقلاع اللي كانت ليها أهداف، إن هي أولا أماكن حماية بتحمي الشمال من أي تعرض أو أي غزو خارجي لمصر، كمان كانت أماكن بتزود الجيوش اللي بتمر بالطريق، الجيوش المصرية اللي كانت بتمر إلى الشمال بتزودهم بالعتاد والأسلحة والمؤن والغذاء، وفي نفس الوقت كانت أماكن استراحة للجيوش. الشكل اللي كان سائد في التخطيط المعماري هو الشبه اللي احنا قلنا عليه شبه منحرف أو المستطيل أو الشكل المستطيل شبه منحرف، هو ده اللي كان موجود. كان عندنا ظهرت الجدران المزدوجة بشكل كبير جدا. كمان القلعة كانت بتكون غالبا عبارة عن قلعتين، قلعة خارجية وقلعة داخلية، بيكون بينهم مسافة حوالي مثلا 9 متر 7 متر بين كل سور وسور، بحيث إذا تم اختراق القلعة الخارجية ينسحب الجنود إلى القلعة الداخلية اللي كانت بتكون أقوى وجدرانها أعرض، عشان تقدر القلعة تكون صامدة إلى أن هي يفصل لها مدد من القلاع القريبة ليها أو من الجيوش اللي كانت بتكون على الطريق لتأمين هذا الطريق المعروف باسم طريق حرس الحربي، اللي كل الغزوات اللي تعرضت لها مصر
من عصر الهكسوس لحد كل الاحتلالات اللي حصلت في العصر الحديث، سواء كان الاحتلال الفرنسي او الاحتلال الانجليزي، جاءت عن طريق نفس هذا الطريق ونفس هذا الممر او الطريق المعروف باسم طريق حورس الحربي، اللي هو طريق مهم جدا جدا حاليا حتى في الاستراتيجيه العسكريه المصريه، في اهتمام كبير جدا بالسويس والقنطره وهذه المدن لتامينها، لان اي غزو غالبا هيكون من هذا الاتجاه او هذا المكان. الحصون العسكريه كان ليها وظائف مهمه جدا، تامين الطرق الحربيه، تامين الطرق التجاريه، مراقبه الطرق، مراقبه نهر النيل، اماكن لاستراحه الجنود في الجيوش اللي كانت بتمر بهذه الطرق، تزويد الجيوش بالمؤن، لو في جيش خارجي ومحتاج اي مدد عسكري كانت هذه الحصون هي اللي بتمده بالجنود، والعتاد اسرع طبعا لان هي اقرب ليه من المدن الداخليه اللي كان ممكن تمد هذا الجيش بهذا العتاد والجنود. ده بفكره بشكل بسيط التخطيط العسكري للحصون العسكريه في عصر الدوله الوسطى وعصر الدوله الحديثه. اتمنى ان انا اكون فدتكم، وصلت معلومه، وبشكركم وبشكركم وبشكر باشمهندس هادف طبعا اولا للمجهود اللي هو بيقوم بيه في استضافه كوكبه من العلماء في الوطن العربي عشان نحكي ونسرد حضاراتنا القديمه، وبشكره طبعا لاستضافتي اكتر من مره، وبشكر كل الناس اللي سمعتني، وانا ان شاء الله باذن الله منتظر لو في اي اسئله او لو في استراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك دكتور، ونحن نشكرك على جاهزيتك وعلى استعدادك دائما لتقديم يعني مشاركتنا في هذه الندوات. الحقيقة الموضوع يعني شيق جدا ومليء بالمعلومات، وممكن يعني كان يحتاج لوقت أكبر. نشكر حضرتك على تلخيص كل هذه المعلومات. إذا ممكن ناخذ يعني إذا سمح الأساتذة ولا إذا عندهم رأي آخر ناخذ استراحة 10 دقائق ونعود، يعني حاليا الساعة الدقائق تشير إلى 51 دقيقة، ممكن نعود في رأس الساعة لمناقشة، يعني ممكن تكون مناقشة، تكون إضافات، تكون أسئلة استفسارات من الأساتذة ولا الأستاذات الحاضرين معنا. طيب حوالي 10 دقائق ثم نعود. شكرا للدكتور وشكرا للأساتذة.